وينضم إلي من برلين مراسل قناة اي 24 نيوز عبد الرحمن عمار المتواجد في أوروبا. أهلا ومرحبا بك. وأيضا ينضم إلي من واشنطن السيد نصير العمري، مرحبا بك محلل السياسي. بداية دعني أبدأ معك سيد نصير العمري، يعني كيف يمكن قراءة كافة الخطابات حتى هذه اللحظة من كافة زعماء العالم الذين يشاركون في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ تحية لك وللمشاهدين. في الحقيقة يعني كلمة السيد أردوغان ربما تكون يعني كلمة بارزة، حيث أنه أظهر دور تركيا في محاولة حل أزمة الغذاء، وكذلك أشار إلى استعداده لوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين، وبالإضافة إلى ملفات أخرى طرحها السيد أردوغان. بالنسبة لكلمات الرؤساء العرب، يعني حاولت إثارة قضايا إقليمية منها ما يحصل في القدس وتعثر عملية السلام وغيرها، ولكن كل هذه الكلمات في الحقيقة هي تحضير للمشهد الرئيسي الذي ينتظر غدا عندما يتكلم السيد بايدن، وهو الآن يعني يقود الحلف الغربي في مواجهة الحلف الشرقي في مواجهة روسيا بالتحديد، حيث يعني ينتظر المراقبون يعني طريقة معالجة السيد بايدن لهذه المواجهة. هل سيمد يده للحوار مع روسيا حول قضية أوكرانيا، أم أن كلمة السيد بايدن ستكون فيها استقطاب لدول العالم لمواجهة أوكرانيا؟ ففي الحقيقة السيد بايدن سيكون أمامه غدا تحدي كبير في أن يعني أن يقنع دول العالم المجتمعة وقيادات العالمية في الضغط على روسيا، ولكن لا نعلم ما هي النغمة التي سيأتي بها السيد بايدن. هل هي السلام أم أنها ستكون التحدي لروسيا ومن ورائها ما يسمى بالحلف الشرقي؟ نعم، أتحول إليك مراسلنا عبد الرحمن. يعني بداية عندما نتحدث اليوم على أبرز ما جاء حتى اللحظة، الجميع ركز على أهمية نقل الحبوب، أزمة الطاقة، كيف تقرأ أو كيف تنظر أوروبا إلى هذه الدورة؟ وحتى هذه اللحظة يعني كيف يمكن قراءة أيضا أوروبيا التصريحات التركية القطرية وأيضا الأردنية؟ نعم أدهم، بالنسبة للأوروبيين القضية الأبرز هي الحرب الروسية في أوكرانيا، وكما جاء في كلمة المستشار الألماني وصفها روسيا بأنها تقود حربا إمبريالية، والأكثر من ذلك بأن هذه الحرب ليست على أوكرانيا بل أيضا على بلده. قادة أوروبيون آخرون يعتبرون أن تلك الحرب تهديد للأمن الأوروبي والديمقراطية الأوروبية. هناك رغبة في استئناف عملية السلام في أن تنتهي الحرب، لكن بخروج روسيا من الأراضي الأوكرانية. الملفات التي تؤرق الأوروبيين كذلك هي أزمة الطاقة والتهديد أيضا الروسي المتواصل بقطع كل الإمدادات، وسيحاول الأوروبيون إظهار روسيا بأنها لا تلتزم لا بالمعاهدات الاقتصادية ولا السياسية. فيما يخص القضايا الأخرى، من وجهة نظر خبراء أوروبيين يقولون بأن النقاشات الجانبية التي توازي الخطابات التي يلقيها المسؤولون الأوروبيون هي الأهم بكثير وما يدور في الكواليس. أما في الدور التركي، الأوروبيون لا ينظرون إليه بعين الرضا. نتذكر تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام، حيث عبر عن امتعاضه من الدور المتواصل الذي صار لتركيا كوسيط بين الروس وبين الأوكرانيين. طبعا الأوروبيين ليسوا ضد استمرار العمل باتفاقيات الحبوب، لكن ضد أن يكون هناك دور أكبر لتركيا في العملية السياسية. نعم، أشكرك جزيل الشكر عبد الرحمن عمار مراسل اي 24 نيوز في أوروبا. شكرا جزيلا لك على هذه المدينة.